لندن طلعت بس جيت هذا المكان اتوقع انه حق حيوانات لاني شفت كل باب ما يفتح الا لازم معك حيوان ولا شو الموضوع قال بس اي والله طلع حق حيوانات عبد الله ايش تاكل الحين هذا يعني صدق والله حق فلان صدق والله اسال والله يعني شوف ايس كريم هنا خلى عنك الايس كريم يمزمز على موكا اشوف اسالها اي والله في حقك لا يعني اعطي الكلب هذا الشيء لا هذا والله ما ادري اوميجا ولا ايش يعني حبوب اوميجا حقه حبوب اوميجا هلا شنو اقول ما اعرف طيب يا اخي سأل قول ما ادري عادي ترى مو بلازم لازم تعرف كل شيء انا قلت شيء قلت ما بعد جد يا اخي وخر بصور صوره مع الشجره اللي ورا الشجره مو بنت الشجره اي والله عرفت نفسي الشجره